انا ريهام عبد الغفور وانا هنا مع انيجما تي في. والله حاسه ان انا لو ما كنتش بمثل مش عارفه خالص هشتغل ايه، لان انا لقيت نفسي ما بعرفش اعمل حاجه تقريبا غير التمثيل، ما عنديش اي توليرنس على حاجه. هوافر ممكن مهندسه ديكور، لان انا دي الحاجات اللي انا ببقى انترستد فيها. يعني في افلام كتير قوي طبعا، بس يعني انا بحب قوي مثلا فيلم بدايه ونهايه، بحب فيلم نهر الحب، وانجلش بحب قوي as good as it gets، وبحب indecent proposal، وبحب primary، كذا حاجه. عايزه اشتغل برضو مع مخرجين كتير، بس انا بحب قوي استاذ تامر محسن، استاذ محمد ياسين، بحب استاذ شريف عرفه وغيرهم، بس انا بختار لك الناس اللي انا ما اشتغلتش معاها. لكن في كتير قوي من اللي انا اشتغلت معاهم اي واز بلاست الحقيقه، ان انا اشتغلت مع مخرجين كتير كبار واتمنى اشتغل معاهم تاني. ان انا اوفر ثينكينج قوي، بعمل اوفر ثينكينج بشكل بشع، واولويز ستريس، وبستريس بسرعه، ببقى اولويز وريت كده على اللي جاي واللي فات، فبفكر كتير اكتر من اللازم. يعني بتقفل من اي حد بيكذب، البخل، الفيكنس، كلها حاجات بتقفلني. مثلي الاعلى في حياتي هو ابويا، انا دايما بصله لفوق وهو مثلي الاعلى بكل معاني الكلمه. كتاب حياتي عين، بس السؤال ده الاجابه دي قديمه. يعني هسمي على اسم حاجه من الشغل اللي انا عملته اللي هو الرحله، عشان هي رحله طويله قوي، مدتها طويله قوي في الشغل وفي الحياه، فهي الرحله، هسميه الرحله على اسم المسلسل اللي انا عملته. جوزي اكتر حاجه بتضحكني، جوزي دمه خفيف قوي بيضحكني دايما. ولادي، الحمد لله انا فخوره جدا بولادي، ربنا يخليهم. احب عيلتي، عشان اي ابريشيت ماي فاميلي جدا، فابويا امي واخواتي وجوزي واولادي. حد واحد بره العيله، البيست فريند بتاعتي اسمها بوسي، اكتر حد اقدر اعيش معاه مده طويله، فبما اننا نبقى في جزيره يعني هي تكون مبسوطه قوي، عشان هي ما بتحبش تتحرك من مكانها. الكركبه، عشان انا مرتبه وما بحبش، بيجيلي يعني تروما لما بلاقي الحاجات مكركبه كده، يعني مش او سي دي، مش لدرجه الاو سي دي، بس انوية. انا الحمد لله اخر كام سنه ربنا كرمني، يعني اي واز بلاسد ان انا عملت ادوار فعلا تشالنجينج، بس على راسهم فيفي طبعا، وده اكتر دور بحبه قوي وقريب لقلبي. فيفي ليه اكتر دور تشالنجينج؟ عشان هو مش شبهي، يعني مش اول حد يجي في دماغه في الدور ده انا، فان انا اقدر اقنع الناس ان انا فيفي، وان هم مش بس مش اللي هم يكرهوها عشان هي عامله كده قفله كده، او كان تشالنج ان هو تخليها تحبيها وتتضايقي منها في تصرفاتها، بس تصعب عليكي شويه هي تتغاظي منها لانها كياده مثلا. يعني في ابس اند داونز كتير قوي في مشاعرك تجاهها. نفسي احقق ان انا اشوف ولادي بيتخرجوا وابقى حسيت كده بالاتشيفمنت ان انا قدمت رسالتي يعني، وبيتجوزوا كده، بس كده هيكبروني قوي، خلينا ناجلها دي شويتين. وكمان في الشغل نفسي اعمل ادوار اكتر، افلام اكتر، وابقى يعني سايبه حاجه كويسه. يعني نكته ضحكتني، لا بيضحكني طبعا ان كان موضوع مين قتل فريده ده خلاص بقى يعني تهريج، يعني كان كل وكانوا جايبين بقى فريده صاحب كل الناس، هتصاحب البواب كمان شويه، فاتريقوا على الموضوع ده كتير، كان بيضحك يعني.